75 تبقى الجلسات مفتوحة ويبقوا النواب بالجلسة لحديث انتخاب رئيس جمهورية. المادة 49 ما بتحدد نصاب للجلسة، وبالتالي في مفترض هذه الجلسات تتكرر. وقت الرئيس بري بده يرفض هذا الشيء، مفترض يقلنا ليه؟ مفترض يقلنا على أي مادة عم يستند كرمال يعتمد نظام أو نصاب التلتين. للأسف يمكن ما بيعتبر نحن نستاهل الجواب بالوقت اللي نحن عم نمثل الشعب اللبناني، وعنا واجب بأن نحترم الدستور، وعنا واجب بأن نطبق هذا الدستور. مشان هيك أنا بتمنى، ما حبيت بسجال مطول بمجلس النواب، حفاظا على النظام العام داخل الجلسة، إنما أنا بتمنى أن يكون عنا جواب على أي مادة عم نستند تنطبق مادة التلتين أو نصاب التلتين بالجلسة. أنا بانتظار